الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، ويطالب بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيلها. الاحتلال يواصل عدوانه لليوم 20 بعد 300 على التوالي، والأمم المتحدة تعتبر أوامر الإخلاء الإسرائيلية عائقاً أمام حركة عمليات الإغاثة بالقطاع. حزب الله يشن هجوماً واسعاً على الجولان المحتل وشمال إسرائيل، وقوات الاحتلال تتحدث عن قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة للحزب. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت الجنوب. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة. كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. هذا وأشاد الرئيس السيسي بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشة الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للحوار الوطني واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، واعتقاده بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق. وللمزيد معنا عبر الهاتف الأستاذ تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف تابعت اليوم توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية؟ الحقيقة بحيي حضرتك وزميلتنا العزيزة، وكل التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيثبت في كل المواقف انه بينحاز الى المواطن بوجه عام. الإجراءات الجنائية وتخفيف مدة الحبس الاحتياطي حاجات بتهم المواطن، واسمح لي ان انا اتكلم كده ببساطة واقول ان دي رسالة واضحة من مصر ومن رئيس مصر للعالم كله وللجمعيات المختصة بحقوق الانسان ان مصر فيها حريات وفيها حقوق انسان، وفعلا الكلام ده بقى على ارض الواقع بقانون. الحوار الوطني منذ اطلاقه السيد الرئيس في افطار الأسرة المصرية، وهو عمل حالة كويسة جدا بين الناس وبعضها في التعامل والتفاهم والتثقيف وإبداء الرأي،
والنهارده بالتوصيات اللي قالها سياده الرئيس بالتوجيهات اللي قالها بيأكد ان الحوار الوطني ليه دور مهم جدا، وانه هو بينحاز بالغالب ودايما الى المواطن والى حريه المواطن والى كل ما بيخص المواطن المصري. لذلك انا بأكد باسمي واسم تحالف الاحزاب المصريه اللي بيضم 42 حزب سياسي مصري ان احنا بنشكر السيد الرئيس على هذه الخطوه اللي من ضمن الخطوات الكثيره اللي هو فعلا بيقدمها لصالح المواطن المصري، وكمان دور الاعلام المتميز اللي بيوصل للناس حقيقه الامور عشان ما يبقاش فيه خلط او لبس بين الناس وبعضها. ولابد ان احنا نشير لحاجه مهمه جدا يمكن الناس ما تعرفهاش، ان الساده النواب في مجلس النواب والحوار الوطني فيه لقاءات واكثر من 14 شهر عشان يدرسوا هذا الامر ويطلعوه بالصوره المشرفه اللي توصل بيها الامور في الاجراءات الجنائيه لاي دوله متقدمه. كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس مره ثانيه، ودايما طموحاتنا معاه بتزيد لان هو بيهتم بالمواطن المصري وبيسعى دايما لخدمته. يعني كمان سرعه استجابه السيد الرئيس للتعامل مع هذه التوصيات وايضا توجيهه بسرعه اجراءات التنفيذ. دي نقطة مهمة جدا. ممكن يعني احنا من حوالي 3-4 ايام كنا بندرس بنناقش المشروع، النهارده سيادة الرئيس بسرعة جدا بيهتم بيه وبيوجه بيه، فده شيء كويس قوي. ده بيأكد ايضا اللي انا قلته اللي سيادتك قلته، ان سيادته بيهتم دايما بسرعة انجاز الموضوعات اللي بتخص المواطن وبيتمس بيه، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي، لان يعني احيانا بيبقى في ناس بريئه وفي ناس بتبقى العداله وانجاز العداله ليهم مهم جدا، والتعويض ايضا زي أيوة. ما اشرت سيادته في تعويض. نقطه مهمه جدا عشان ما يبقاش اي حد يدخل ويعرض لحبس او يعرض الى برضه في النهايه الحبس حتى لو احتياطي بيبقى بيضايق الانسان يعني، فيبقى ليه تعويض يقدر يقول فيه ان انا خدت ما 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 تعويض تعويض ابدا، لكن اتفضل سيادة. تعويض مادي وادبي وجبر خاطر كمان بالظبط. هو يعني اشاره لكده ان ده تعويض مادي وجبر خاطر فعلا، يعني بشيء لرد الكرامه شويه. نعم. كل الشكر ليه طبعا لانه بيهتم بالكلام ده، وعايز اقول لحضرتك ولو ما هو لو سياده الرئيس ما اهتمش بيه كنا هناخد وقت كبير جدا على ما يخرج من دراسات ومن ومن ومن، ولكن انحياز الرئيس دايما للمواطن المصري دي اشاره قويه، والاهم في الموضوع كمان انها رساله لكل جمعيات اللي بتهتم بحقوق الانسان على مستوى العالم، عشان ما حدش بقى يجي يقول لنا حقوق الانسان والحبس الاحتياطي والكلام ده، لا خلاص في قانون، في مواد في القانون بتشير لحقوق الانسان بجد، في امور واضحه قدام كل درجات التقاضي لأي واحد ممكن يعرض للمساءلة. نعم، وأنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، كنت معنا مباشرة على الهواء. أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية. We'll be right back.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ ناجي، يعني بعد التحية، كيف قرأت وتابعت ردود الأفعال وأيضا إشادات الأحزاب فيما يخص توصيات الحوار الوطني، خاصة في قضايا الحبس الاحتياطي والقضايا الجنائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا بك برنا وأهلا بك للسادة المشاهدين. ثانيا، كانت مفاجأة أكثر من رائعة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي. وكانت يعني أدخلت السعادة والسرور إلى نفوس كل العاملين والمشتغلين بالحياة العامة عندما تحدث الرئيس بكلمات واضحة ومحددة عن ضرورة أن يكون هناك حد أقصى للحبس الاحتياطي وحتى يتحول إلى عقوبة، وضرورة أن يكون هناك تعويض للحبس الاحتياطي الخاطئ. تلك كلمات كانت دائما على لسان المشاهدين بالحياة العامة وعلى لسان أشد المعارضين، لما كان أحد يتخيل منهم أنها سوف تأتي على لسان رأس الدولة ويوجه توجيه الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني. احنا بنعيش مرحلة جديدة، هذه مرحلة جديدة جعل الرئيس فيها بسرعة استجابته لتوصيات الحوار الوطني. مؤسسة الحوار الوطني مؤسسة قائمة بحد ذاتها الآن، أصبحت أملا لكل الناس أنها أن أي قضية مصرية ساخنة تحال الحوار الوطني، أن معنى حالتها الحوار الوطني أنها سوف تناقش مناقشة موضوعية مستفيضة يجتمع حولها حول هذه المناقشات كل أهل الخبرة والاختصاص والعلم، وأيضا كل الحزبيين والسياسيين، ومن خلال طرح موضوعي وبدون خطوط حمراء بيتم وضع حلول عملية وعلمية لهذه القضية الساخنة أو تلك. وسرعة بقى استجابة الرئيس لهذه التوصيات بأنه ينفذ وعده الرئاسي اللي هو أعلنه يوم أطلق دعوة الحوار الوطني إلى الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، إما في شكل قرار تنفيذي أو في شكل تعديل تشريعي. جعلنا بنعيش بالحوار، جعل الحوار الوطني يعيش زخم حقيقي، وأصبح حالة حوارية موضوعية تعطي أمل بأنه سوف نرى حلول خارج الصندوق لكل قضايا مصر الساخنة. كانت مفاجأة سعيدة، يعني الرئيس أوضح فيها أيضا في تحويله أنه بيحترم الدستور والقانون، وأن هو أساسا بيحترم أساسا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ومن هذا كان سرعة إصدار هذا التوجيه الرئاسي للحكومة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك الكلمات اختصر أحلام رفعناها على مدى 5 عقود، نعم، من أن يكون الحبس الاحتياطي حد أقصى، وأن يكون هناك ضمانة لعدم تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة من خلال التعويض. الرئيس أكد عليه في توجيهه للحكومة، لذلك يعني ده أغلق الأبواب أمام كل المتربصين بالوطن، أمام كل الذين كانوا يشعون بأن الحوار الوطني مكلمة ولن ينتج عنه شيء. ولكن الرئيس بالمرحلة الأولى الحوار الوطني اللي انتهت في العام الماضي، وحال الرئيس الحكومة بقت أصبحت الآن هي رافض أساسي في برنامج الحكومة اللي أطلقته أو أعلن رئيسها في مجلس النواب، وأيضا بتحويله اليوم القضية الأخيرة التي ناقشناها على مدى 18 ساعة في جلستي حوار وطني، جلسة أولى صباحية وجلسة ثانية مسائية، شارك فيها 120 من الخبراء والمتخصصين والسياسيين والحزبيين، وحتى كان المشاركين كان بعض المحبوسين احتياطيا رفض عنه مؤخرا. وكل الكلمات اللي كان مسكوت عنها في الماضي تم اطلاقها في هذه ويتم ايضا يعني طرحها بكل شفافيه ومصداقيه. سنتناها فعلا زي ما قلت سيادتك، قلتي تم طرحها بكل شفافيه ومصداقيه من خلال حلول علميه وعمليه موضوعيه، يعني ما فيش شطط فيها. يعني الظاهره الملحوظه في الحوار الوطني وانا احد المشاركين فيه منذ ان اطلقه الرئيس، انه اصبح الحوار موضوعي، اصبح هناك توافق بين كل الاراء المطروحه حتى من اشد المعارضين. يعني لك مثال، يعني 120 متحدث تحدثوا، حديثهم كله ترخص في حوالي 24 حل، منهم 20 توافق عليه الجميع، واربعه
في له في حلول، بس حلول مختلفه متعدده. نعم، ده مرفوع الرئيس لكي يصدر توجيهه السريع للحكومه بان تنجز وتتخذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه التوصيات والمخرجات. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. إن منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات في قطاع غزة والتصعيد الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية. وخلال اطلع عبد العاطي الأمين العام على محصلة الاتصالات التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وكذا جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف الحرب بصورة عاجلة. من جانبه ثمن غوتيريش الجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا على دعم المنظمة الأممية الكامل لتلك المساعي التي تستهدف رفع المعاناة الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على تطوير العلاقات مع أستراليا في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، معربا عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وبحث عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية بيني وونغ عددا من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها الحرب الجارية في غزة. واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع الجانبين الأمريكي والقطري بهدف وقف الحرب بصورة فورية وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول. من جانبها أشادت وونغ بالدور المصري المهم منذ اندلاع الأزمة والمساعي المصرية الحثيثة التي تستهدف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بلينكين في تصريح خلال مغادرته الدوحة عائدا إلى واشنطن إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراع بالمنطقة. جولة شرق أوسطية سعى خلالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإقناع كل من إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على خطة تسوية طرحتها واشنطن. في ختام الجولة التاسعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شدد بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. نحن بحاجة إلى الوصول لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، علينا أن نفعل ذلك الآن. الوقت يداهمنا لأن النساء والأطفال والرجال في غزة يعانون كل يوم دون الحصول على الغذاء والدواء الكافي، ويتعرضون لخطر الإصابة أو الموت في القتال الذي لم يبدأوه ولا يمكنهم إيقافه. مع مرور كل يوم هناك خطر التصعيد في المنطقة، وهو التصعيد الذي نعمل على منعه مع مصر وقطر منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر. تصريحات بلينكين جاءت قبيل مغادرته المنطقة عائدا إلى واشنطن حاملا وجهة النظر الإسرائيلية الداعية لمواصلة القتال والإفراج عن المحتجزين، في حين تتمسك حماس بتنفيذ الخطة التي أعلنها بايدن نهاية مايو وأقرها مجلس الأمن، ودعت الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف القتال نهائيا.
موقف إسرائيل المتعنت الذي تتماهى معه الإدارة الأمريكية دوماً وتتجاوب مع كل شروطه الجديدة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أطلقه في 2 يوليو الماضي يهدف إلى استمرار حرب الإبادة ضد القطاع المأزوم ليقف المجتمع الدولي شاهداً على تعنت لم تشهده البشرية من قبل ولم يستطع حتى إجبار سلطات الاحتلال على احترام أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني. انتقد رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واصفا إياه بأنه غير متناسب تماما مع الأهداف المعلنة للحرب مشيرا إلى أن هذه الحرب تستهدف الأطفال بشكل غير مقبول. وأضاف هاريس أن الوضع في الشرق الأوسط كارثة بشعة ودعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها لبنود حقوق الإنسان. وصرح هاريس أنه ينسق مع زملائه من إسبانيا وسلوفينيا لمراجعة الاتفاقية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر جيش الاحتلال المتكررة بإخلاء مناطق واسعة في القطاع تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها بالأساس القيود المفروضة من سلطات الاحتلال وشح الوقود وغير ذلك من التحديات. وذكر المكتب الأممي في بيان له أن أجزاء من طريق صلاح الدين وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة. وأشار إلى أن أوامر الإخلاء تلك جعلت تنقل عاملي الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيلة وأن الطريق الساحلي لا يعد أو لا يعد بديلا ممكنا إذ أن الشواطئ على طول هذا الطريق أصبحت مكتظة بالملاجئ المؤقتة للنازحين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 20 بعد 300 على التوالي تزامنا مع حرب التجويع والحصار المطبق على القطاع لا سيما على شمال قطاع غزة. ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في دير البلح بوسط قطاع غزة وفي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس وفي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع، كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في جنوب القطاع فضلا عن استهداف منازل في شمال قطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 40,223 شهيدا و92,981 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 50 شهيدا و124 مصابا. استقبل معبر رفح البري عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. يأتي هذا في الوقت الذي تعرقل فيه قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة الطبية منها. المزيد يطلعنا عليه زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة الجديدة من أمام معبر رفح البري ومتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية حيث استقبل المعبر على مدار اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية وتحديدا مواد الغاز. إذا تحدثنا عن عدد هذه الشاحنات الذي تقلص خلال الأيام السابقة وذكرت العديد من المنظمات الأممية والدولية أنها هذه الشاحنات والمساعدات الإنسانية انخفضت بنسبة تجاوزت 80% عن مايو الماضي يقابلها حتى اليوم حالة من التعنت الإسرائيلي ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة أمام الشاحنات الخاصة بالمواد والمساعدات الإنسانية. أيضا إذا تحدثنا عن مرور اليوم من معبر رفح البري عدد من السيارات والعربات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي على مدار اليوم لتدخل إلى منفذ كرم
أبو سالم ومن ثم إلى قطاع غزة. وأيضا المشهد الآخر المستمر معنا خلال الأيام السابقة واليوم هو تصاعد للأدخنة على مدار اليوم، وأيضا سماع دو انفجارات عديدة في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة، مما ينذر بمزيد من الشهداء والمصابين. هذه هي الحالة وهذا هو المشهد من معبر رفح البري. عودة إليكم. أعلن حزب الله استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة زرعيد بالجليل الغربي، كما أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية وعدد من المستوطنات الجديدة في شمال إسرائيل. من جانبها اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجراح وتضرر عشرات المباني جراء قصف واسع نفذه حزب الله استهدف مستوطنات في الجولان المحتل. وأكد الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني الليلة الماضية. هذا وأكد مصدران فلسطينيان أن قوات الاحتلال اغتالت قياديا في حركة فتح من خلال استهداف مركبته على مشارف مدينة صيدا الساحلية الجنوبية. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان. يأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الظهيرة ومنطقة وادي حمول وبلدتي عيتا الشعب وحولة. أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا أن الصراع في لبنان أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما شدد عمران ريزا على أن هناك حاجة ماسة لنجاح الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات التي بلغت ذروتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددا على الحاجة الماسة لخفض التصعيد. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه على مدى 10 أشهر نزح ما يقرب من 200,000 شخص بسبب تبادل إطلاق النار، بمن فيهم أكثر من 110,000 في لبنان، وأن ما يقرب من 150,000 شخص لا يزالون على بعد 10 كيلومترات من الخط الأزرق في مناطق جنوب لبنان التي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية، وأن ما لا يقل عن 130 مدنيا قتلوا في لبنان فضلا عن 21 مسعفا وثلاثة صحفيين على الأقل. In 2023, the ongoing economic downturn and the lack of progress towards critical reforms. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة غربي مدينة الحديدة اليمنية. وأوضحت الهيئة البريطانية أن سفينة تجارية أصيبت بثلاث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم الشيشانية رمضان قديروف تفقدا قوات ومتطوعين شيشانيين يستعدون لمحاربة أوكرانيا. وقال بوتين في كلمته بجامعة القوات الخاصة الروسية في جوديميريس في الشيشان إن روسيا لن تقهر، مشيرا إلى أن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن والشجاعة لاتخاذ قرار محاربة الذين يرتكبون جرائم في منطقة كورسك. من جانبه أبلغ قديروف بوتين في اجتماع منفصل بأن الشيشان أرسلت أكثر من 47,000 جندي منذ بداية الحرب لقتال أوكرانيا، بينهم نحو 19,000 متطوع. أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف منظومة صواريخ S-300 المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا. ومن جانبه قال حاكم روستوف أن قوات الدفاع الجوية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا على منطقته. وذكرت هيئة الأركان في كييف أنه تم رصد انفجارات في نقاط معينة بمنطقة روستوف. تواصل القوات الأوكرانية تقدمها في كورسكا معلنة الاستيلاء على 93 بلدة وأسر أكثر من 100 جندي روسية في كورسكا. فيما ذكرت المخابرات الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا شاركت في الإعداد لتوغل أوكرانيا.
بعد نحو أسبوعين من التوغل الأوكراني البري في مقاطعة كورسك الروسية، لا تزال القوات الأوكرانية مثبتة لموطئ قدمها على حدود روسيا، لا سيما وأن الهجوم الأوكراني شكل صفعة مفاجئة للقوات الروسية وترك تداعياته بالتأكيد على أي مفاوضات محتملة مستقبلاً بين موسكو وكييف. الدعم الغربي لكييف ساهم في قلب الطاولة وتغيير مسار الحرب، وهو ما فطنت له موسكو. فوفقاً لجهاز المخابرات الروسية، فإن أجهزة مخابرات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا شاركت في الإعداد لتوغل أوكرانيا في منطقة كورسك في 6 أغسطس الجاري، والذي يعد أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في عملية تقول كييف إنها تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة واستنزاف آلة الحرب الروسية. وبحسب المخابرات الروسية، فإن الوحدات الأوكرانية المشاركة في الهجوم خضعت لتنسيق قتالي في مراكز تدريب في بريطانيا وألمانيا. وفي حين تواصل روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا، أعلنت كييف أن القوات الأوكرانية استولت على 2263 كيلومتراً مربعاً من أراضي كورسك، بما في ذلك 93 بلدة، وأسرى أكثر من 100 جندي روسي. وعلى الفور أجلت موسكو آلاف المدنيين من المنطقة وقامت بإنشاء جسر للتعزيز العسكري. التوترات في كورسك أثارت قلق الأمم المتحدة، فالمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن المنظمة تواصل مراقبة الوضع بقلق، بما في ذلك ما يتعلق بالمدنيين. وتحتل منطقة كورسك تحديداً أهمية كبيرة في التاريخ الروسي، حيث إنها شهدت أكبر معركة دبابات في التاريخ خلال الحرب العالمية الثانية، وهي المعركة التي مثلت نقطة تحول في تلك الحرب، عندما أطلقت ألمانيا عملية القلعة بهدف تطويق القوات الروسية في منطقة كورسك، إلى أن موسكو منعت التقدم الألماني بواسطة حقول الألغام وغيرها من الدفاعات المضادة للدبابات، ولعبت القوة الجوية دوراً رئيسياً في إيقاف الدروع الألمانية. فهل ستستخدم روسيا ذات التكنيك لإيقاف التقدم الأوكراني المدعوم من الحلفاء الغربيين؟ شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات، فضلاً عن التحديات النوعية المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الإرهاب، والتي أصبحت مهددة للخطط التنموية الطموحة، مضيفا أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظريا دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال إسرائيلي غاشم، ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسريا خارج أراضيه. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تحرص على استكمال خطط وبرامج دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم بكافة الجامعات تقريبا، ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف. وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم إنشاء 20 مركزا لخدمة ورعاية طلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية، والانتهاء من الموافقات الخاصة بـ7 مراكز أخرى ليصبح في كل جامعة حكومية مركز لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم همام مدير معهد القادة بحلوان. دكتور همام، بعد التحية، يعني قراءة حضرتك لقرارات وزير التعليم العالي المتعلقة بالطلاب ذوي الهمم. أهلا وسهلا بحضرتكم. بالفعل يا فندم، يمكن كان ده الاهتمام بتاعنا
من أولوياتنا جدا اهتمامنا بولادنا من الفئة دي، لأن هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، خاصة وأن دي إبداعات كتيرة جدا لولادنا ذوي الاهتمام. من ضمن الأنشطة المختلفة اللي قمنا بيها بالتعاون مع المراكز اللي حضراتكم ذكرتوها، وبالفعل تم إنشاء 20 مركز، 7 مراكز دلوقتي كمان قيد التنفيذ هذا العام بالاشتراك مع المؤسسات الدولية المختلفة لتنفيذ أكثر من 1000 فعالية، والطلبة بتاعتنا للشرق يمكن أكثر من 130,000 طالب. آخر هذه الفعاليات كانت موجودة على أرض معهد إعداد القادة تحت شعار كبير عملته وزارة التعليم العالي اسمه مبدعون باختلاف، لأن أولادنا المرة دي مش بس يبقوا ذوي الهمم فقط، ولكن بالدمج مع أولادنا التانيين الأسوياء داخل الجامعات، فبالتالي أصبح عندنا مجتمع جامعي واحد. آخر فعالية كانت موجودة هي بنك الأفكار المختلفة وبنك التفكير تحديدا أو ثينك تانك، ولدنا طلعوا مجموعة من المبادرات الأكثر من رائعة اللي بتخدم المجتمع الجامعي وتخدم تلك الفئة الهامة داخل المجتمع الجامعي. كما معالي الوزير يمكن كرم أول 3 أفكار فائزة وثالث أفكار أيضا متميزة. مش كده وبس، كمان خدنا أولادنا المتميزين في مهرجان العالمين ومارسوا العديد من الأنشطة وشافوا الاستثمارات اللي بتحصل على أرض مصر، وابتدوا يطلعوا إبداعاتهم أيضا في النواحي الفنية أو الحاجات الأشغال اليدوية، حتى يمكن الأنشطة الترفيهية والرياضية، وحضور كمان الأنشطة الثقافية بالاشتراك مع الوزارات الأخرى. قد إيه الاهتمام بالولاد دول بيطلع كل الإبداعات اللي موجودة جواهم اللي احنا كنا نتمنى اكتشافها من زمان. نعم، هنا يبرز دور التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء تعاون بين وزارة التعليم العالي تحديدا أو معهد القادة بحلوان على وجه الخصوص. أهمية هذا التعاون واستراتيجية التعاون ما بين الجهات لتقديم التيسيرات لهؤلاء الطلاب. احنا يمكن دلوقتي معالي الدكتور أيمن عاشور وجه بأن في عندنا مستشار كمان للطلاب ذوي الإعاقة الدكتور شيرين زكي مع رئيس المجلس القومي للإعاقة الدكتور إيمان كريم، اللي بصراحة ما بتبخلش علينا تماما بأنها تقدم لنا كل يد العون في هذا الموضوع. نعم. العديد من الوزارات والمؤسسات المختلفة طبقا للتوجهات بتاعت القيادة السياسية اللي بجد المرة دي بتختلف تماما عن سابقتها من السنين، من قبل 10 سنين فاتوا، أصبحت المؤسسات دلوقتي بتتعاون كل في اتجاهه ومجاله لخدمة الفئات المختلفة والمجتمع واللي على ولوياتها. بقى عندنا دلوقتي إتاحة للمباني الموجودة داخل الجامعات، عندنا إتاحة للبرامج التعليمية، عندنا إتاحة أيضا للأنشطة الطلابية بمختلف الأنواع بتاعتها. عندنا 7 أنواع من الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وأيضا بالاشتراك مع المؤسسات والوزارات الأخرى لتلبية كل مطالب أبنائنا. بالمناسبة احنا على تواصل مباشر مع أولادنا في كل الجامعات المصرية من ذوي الهمم، وده كمان يمكن حاجة أنا على وجه التحديد من الحاجات اللي بفضلها أسلوب النمذجة، إن احنا نبقى بنشارك أولادنا في كل خطوة بيعملوها، في كل فعالية بتحصل، في كل طلب وكل فكرة جديدة. نعم. عندهم حتى ما يوصلوا لغاية تنفيذ هذه الفكرة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم همام مدير معهد القادة بحلوان، كنت معنا هاتفيا. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية وزير الصحة خالد عبد الغفار الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزاري والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، ذلك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. وخلال الاجتماع وجه الوزير بتشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل الوزارية تكون من شأنها استخلاص السياسات التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء المتعلقة بتطبيق توصيات الدراسة والعرض على مجموعة العمل لاتخاذ القرار. كما استعرض الوزير مقترحا بإمكانية تشكيل مجموعة عمل لإعداد دراسة متكاملة للوظائف المستقبلية المحلية والعالمية والمهارات المطلوبة داخل كل تخصص، ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى التصدي للأنماط التي عزلت الشباب العربي عن هويته الدينية والأخلاقية،
وخلال لقائه وزير الثقافة أحمد فؤاد بمقر مشيخة الأزهر، طالب شيخ الأزهر بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التقهقر الثقافي والتراجع الحضري في مجتمعاتنا. من جانبه أكد وزير الثقافة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لنشر الوعي والثقافة في مختلف أرجاء الجمهورية. تابع وزير الدولة للإنتاج الحربية محمد صلاح الدين مع رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت روبرت فالك مستجدات التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية. وخلال الاجتماع ناقش الوزير مستجدات مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، والتي سيتم إنشاؤها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن يوميا لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجا وات في الساعة، بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بحث وزير الإسكان شريف الشربيني مع سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبد الله زينل سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الدولة مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بمملكة البحرين، وخاصة في مجال تنمية المدن الجديدة الذكية التي تحقق مبادئ الاستدامة وتوفر جودة الحياة للمواطنين، وكذا في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر. من جانبها أعربت السفيرة عن رغبة مملكة البحرين في الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية في جوانبها المختلفة، مؤكدة أن التجربة المصرية هي تجربة غنية ورائدة تستحق الإعجاب والتقدير. اطلع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض أهلا مدارس، مشيرا إلى أهمية توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال التقاء الوزير برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين. في السياق ذاته أشاد الوزير بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا زميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد تحية لو تنقل لنا أبرز الفعاليات وأيضا الاستعدادات لديك.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ربما من مدينة العالمين الجديدة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. تحدثنا عن عدد كبير من الفعاليات المتنوعة كما ذكرتم، منها الترفيهية، منها الثقافية، منها الرياضية. اختلفت وتنوعت هذه الفعاليات، وبالطبع من أهمها أيضا الغنائية والموسيقية التي تقام في منطقة اليو أرينا. اليوم أيضا يعني يأتي جزء آخر من الفعاليات الرياضية، وهو جزء هام جدا، وهو جزء أيضا من فكرة الترويج لمدينة العالمين الجديدة عبر مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. فستبدأ يعني بعد قليل ماراثون خاص هنا في مدينة العالمين الجديدة بجانب الممشى السياحي على يساري وعلى يميني الآن شاطئ البحر. سيكون هناك ماراثون للدراجات، وهذا الماراثون بألف مشارك في ماراثون الدراجات، وبقيادة 50 من منتخب مصر للدراجات. سيجوب بعض الأماكن في مدينة العالمين الجديدة. بالطبع يعني هذا جزء من فعاليات الرياضية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. بالإضافة لذلك أيضا في تمام الساعة يعني السابعة تقريبا، أو في تمام ما يقرب من الساعة السابعة مساء، سيكون هناك قرعة خاصة. حسناً، فقدنا الاتصال بكريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. افتتح محافظ بني سويف محمد هاني غنيم موسم جني القطن داخل أحد الحقول بمركز ناصر. كما أثنى المحافظ على محصول الحقل المزروع بقطن صنف جيزة 95 طويل التيلة، والذي يتم إكثاره بمركز بحوث سوتس، مشيرا إلى أن بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة، لا سيما مع وجود مركز بحوث سوتس والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للأفات والتغيرات في الأحوال الجوية. احنا النهارده بنفتتح موسم الخير وموسم جني القطن في محافظه بني سويف. الحمد لله اول محافظه في الصعيد تبدا جني القطن. احنا بنتكلم على مساحه اكتر من 12000 فدان بيتم زراعتها في بني سويف بس، واحنا اول محافظه هو بيتم الجني. الحمد لله وفرنا يعني الاستعدادات ما ابتدتش من النهارده، الاستعدادات ابتدت من بدايه موسم الزراعه بتوفير اجود انواع البذور علشان خاطر تطلع لنا الصنف الكويس اللي احنا شايفينه قصادنا ده، صنف طويل التيله، وهو ده اللي احنا بنحتاجه في مصانعنا هنا. تشارك المزارعين فرحتهم، فرحه جني القطن موسم 2024. يمكن الحمد لله رب العالمين بتجاهل مع الوزير واهتمام القياده السياسيه بالقطاع الزراعي، بدا يبقى فيه تحسن بالفعل، والتحسن ده بيتلمس بالارقام. يعني انا النهارده اما يبقى اجمالي مساحتي العام الماضي 7300 فدان، والسنه دي نتيجه لنجاح منظومه تسويق القطن ووضع حد ادنى مناسب وعادل للمزارع 10000 جنيه وجه قبلي، ادى الى زياده المساحه يمكن للضعف. احنا النهارده عندنا موسم جمع القطن، والحمد لله المحصول كويس والاسعار كويسه، والجمعيه بتدعمنا بكل حاجه، والمشرفين الزراعيين متابعين معانا اول باول. تعد قريه القنويه بمركز نجع حماتي بمحافظه قنا احدى القرى الرائده في تجاره محصول المانجو، والتي ذاع صيتها في جنوب الصعيد منذ قرابه نصف قرن لوجود بورصه المانجو والمزادات المستمره يوميا لتوريد المحصول الى اغلب تجار محافظات الجمهوريه. وتمتاز انواع المانجو في قريه القنويه بجودتها العاليه التي يقوم بعض التجار بتصديرها الى الخارج. منذ قرابة نصف قرن اشتهرت قرية القنوية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا بتجارة محصول المانجو، والتي ذاع صيتها في جنوب الصعيد لوجود بورصة المانجو والمزادات المستمرة يوميا لتوريد المحصول إلى أغلب محافظات الجمهورية. البورصة أصلا، بورصة المانجو أصلا على مستوى محافظة قنا، يمكن أقول لك الصعيد كله بتيجي من هنا، يعني الأسعار أصلا بتطلع من هنا من قرية القنوية.
ويمكن الجنوية بتودي للصعيد كله، وكمان في بيروح الوجه البحري. التجار وأصحاب المزارع يحرصون على ترويج محصولهم في قرية القناوية للحصول على أعلى وأفضل سعر، حيث يجد المواطنون أيضا ضالتهم في الحصول على أسعار تنافسية عن الموجودة في الأسواق. القناوية دي مشهورة بزراعة المانجا وتصديرها، ويعني بتورد لجميع المحافظات، أسوان، إسكندرية، جميع المحافظات، يعني بنوردوا لها المانجا دي. عندنا يعني زرع المانجا، الجنوية أكثر بلد مشهورة بزراعة المانجا وتجارة المانجا. المانجا بتبدأ عندنا نحن من شهر 6 لغاية 20/8 أو بعد 20/8 أو قبل 20/8. بالنسبة للأصناف المطلوبة، العويسي، العرابي، الزبدة، التركنزي، التيمور، الهندي، يعني أنواع كثيرة. من الساعة 10 بنبدأ البياعين والسراح اللي بتاخد المنجا وبتوزع على جميع المحافظات، وعندنا نية أنواع المنجا بتبدأ من البلدي وعويسي وزبدة والكركنزة والسديقة والسكري وكل أنواع المنجا. وتمتاز أنواع المانجو في مزادات بورصة قرية القناوية بجودتها العالية وحلو مذاقها، والتي يقوم بعض التجار بتصديرها إلى الخارج. القناوية تلك القرية الخضراء الصديقة للبيئة والشهيرة بالزراعات والمحاصيل المتنوعة، سجلت اسمها من بين كبار موزعي المانجو في محافظات الجمهورية، فمزادات المانجو تستمر طوال الموسم ليستقطب كل المزارعين والتجار لترويج محصولهم. انتهت أخبارنا، وإلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، ويطالب بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيلها. الاحتلال يواصل عدوانه لليوم 20 بعد 300 على التوالي، والأمم المتحدة تعتبر أوامر الإخلاء الإسرائيلية عائقا أمام حركة عمليات الإغاثة بالقطاع. حزب الله يشن هجوما واسعا على جولان المحتلة وشمال إسرائيل، وقوات الاحتلال تتحدث عن قصف مخازن للأسلحة وذخيرة تابعة للحزب. وصلنا مع حضراتكم لختام النشرة الثالثة، شكرا طيب المتابعة، وإلى اللقاء.